ودّع السيد الرئيس محمود عباس في مطار ماركة في الأردن مجموعة من الأطفال الجرحى من قطاع غزة ممن تعرضوا للإصابة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع وهم في طريقهم للعلاج في سلوفينيا. لفتة السيد الرئيس الكريمة ليست بغريبة، فهو من حمل الهم الفلسطيني بكل دقائقه وكان وفياً ومخلصاً لقضيته وأبنائه وأحبهم كما أحبوه، وتمنى سيادته لأبنائه الشفاء وأن يعودوا وهم في أحسن حال. اللي رايحين إن شاء الله حيروحوا إلى بلد كويس جدا، محترم جدا، يهتم بهم جدا، إن شاء الله بيقدم لهم العلاج اللازم ويعودوا بصحة أحسن وبنفسية أطيب. أطفال فلسطين وصلوا عمان مع ذويهم للتوجه لسلوفينيا للعلاج وتركيب الأطراف الصناعية الذكية وتأهيلهم وإعادتهم إلى غزة عبر عمان التي بذلت جهودا كبيرة قيادة وحكومة وشعبا ومؤسسات لإيمانهم بقضية فلسطين العادلة. العلاج اللي تم في سنة 2010 كان لحوالي 60 طفل والحمد لله كله تم بنجاح، وأنا أجمل شيء كنت مبسوط عليه اللي هم لما كنا منشوفهم كيف نفسيتهم بيكونوا لما بيروحوا، كيف النفسية تبعتهم لما بيرجعوا بتكون نفسيتهم ما شاء الله بتكون ممتازة وبكونوا يضحكوا مبسوطين وعندهم تفاؤل بالحياة، فبتكوني رجعتي الأمل لإلهم. يعني تعب كان باديا على وجوه الأطفال من رحلة بدأت للتو، ولكن الإصرار كان هو العنوان أن يعودوا ببعض من طفولة مشروخة. تتعالج عينيا. أنت ما عم بتشوف حبيبي هلا؟ لا ما بتشوف حبيبي انت هلا؟ حبيبي سلامتك ان شاء الله بزعل بالسلامة ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله يا محمد يا رب ارجع بسلامة. احنا كنا في الشارع يعني شباب وقاعدين في الشارع فما شفنا ولا هو صاروخ واقع علينا يعني فاجت الحالة اتصابت في رجلي هذا وركبت جهاز اكس فيكس ورجلي هذا صار عندي قحط في الركبة وتقطع في الاربطة وإيدي هذه راح في صار عندي هذا تهتك في المفصل في الكوع بدي أركب كوع صناعي وتهتك في الأعصاب والأربطة وشالوا لي الإطحال. إحنا ساعدتنا السلطة الفلسطينية إنها إن نصل لهون وشكرا للأردن وجلالة الملك. إحنا جم طيب ونمشي عجلينا يا شفنا الأخ أبو مازن إحنا مبسوطين كتير كتير عشان شفناه لأنه زلمة بيحبنا وبيحترمنا رغم إنه بكون بالضفة لكن هو قلبه وعينه معانا وبحبنا ودير باله علينا واجى احترمنا اليوم وسلم علينا وبوس ايدين الصغار والله يديم لنا اياه يا رب يطول عمره. أطفال فلسطين رغم الألم كانوا على الدوام يعطونا دروسا في الصبر، يعطونا دروسا في حب الحياة، دروسا في حب فلسطين الأغلى والأعظم. وكعادتهم أطفال فلسطين يقتحمون المجهول بلا خوف ولا وجل، وسر اقتحامهم للمجهول هذه المرة ربما بعض من أمل في قلوبهم الصغيرة المتعبة، بعض من أمل قد يعيد لهم شيئا من طفولتهم المكسورة. سنا مفلح، تلفزيون فلسطين، مطار ماركة، عمان.